كل اللجمات اليوم رح تطلع مبسوط. السلام عليكم، معكم وي تو ناين بفيديو فيفا جديد، واليوم رح نبلش مثل العادة بتفتيح باكجات لإلي من جوائز واس بي سيات وايكون. بيرجع عنا اهداف الاسبوع وهي لها من اهداف، ولح نختمها بتشكيلة واسعة من باكجات المتابعين. ضمن هذا الفيديو في عنا 3 ايكون باك، فاحضروا للاخر لتشوفوا كل شيء. اذا انت شخص جديد اهلا وسهلا فيك، هذه القناة تختص بكل شيء جيمينج. متمنى تدخل على القناة وتشوف المحتوى المشكل عندي، اذا عجبك المحتوى تشترك بالقناة وتفعل جرس التنبيهات ليوصلك مني كل شيء جديد. واذا انتوا جاهزين يلا نفوت على الفيديو سوا. بريميوم جولد باك، يلا يا شباب. لا 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 هاي اكل خرا اسمها يا زلمه، هيدي اكل. شو هاي؟ يو لصلاح اللي حطيته ارامه احسن منه اخته.
قل ما شئت وانتقد كما شئت، ولكن من شاء والثاني والثاني والجول والجول، قل لهم من شاء، قل لهم لم كن حكيم. جول! شو هذا؟ ايش هو هذا؟ حكيم يتحقق الحلم المفقود منذ 23 سنة، كرة بمحاولة تصل في منطقة الجزاء. جنون 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 كرة القدم، جنون كرة القدم، جننتنا جننتنا. وأيضا بارترا وسيرجي روبرتو، أول هدف في اللقاء، أول هدف في الليجا، أول هدف في الليجا لنيمار، أول هدف لنيمار في الليجا، سجل رسميا في السوبر في مرمى أتلتيكو في لقاء 1-1. أدي أمامنا هنا الكرة، وبرافو مش برافو أبدا حارس المرمى، وسجل رسميا في السوبر أمام أتلتيكو مدريد. الباش داني الباش، أوه بو 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 بو. الرابع الثاني للبرازيلي هذا الموسم مع فريق برشلونة، لعبة في منتهى الروعة، سهولة كبيرة جدا يجدها فريق برشلونة في التوغل والتمرير. يلا let's يلا go. يا جو يا ويلي ليك، نقي واستحلي، بدك على الشمال ولا على اليمين؟ انت بتنقي. مين بدي نقي يا راغي؟ اكيد هرنانديز، يلا لحمله انا. مع كفو. شو حملنا كفو؟ يلا حملناه كفو. كفو يا معلم، كفو كبتوا على الشاشة شايروا اللايف. كفو كفو. ليش جو بس بتعطوني بانوتشي يعني كل شيء؟ اوكي لا انسينيا حلو حلو والله، هو مره غالي معاه. بعد كل اللقمات اليوم رح تطلع مبسوط اليوم، حتطلع لي روني مد انت هلا، حتطلع مبسوط اليوم. انا حكيت لا. انا حكيت اليوم يوم حتطلع مبسوط. يا الله. انت مدرب برشا يا زلمة ادم يا هذا. انا قلت لك عم تظبط الوضع بالجو. شو هول؟ ليك هني شو عاملين؟ انا شايف حلو. مين بدك؟ ملن؟ ملن. يلا باخذ لك ملن. هذا وانت واتش ايه؟ والله ما بتعرف بركي ما في ام فورمز هيك فهمت عملك جمونه.